دور اللي واقف صامد وعارف ان الخطر قدامه لكن عمره ما بيخاف ما بيجريش. في ناس منهم في بلدنا حصل ليهم وجالهم كورونا، لكن كل الدكاتره ما شاء الله عليكم، انتوا ولاد مصر، انتوا فعلا خط الدفاع الاول، احنا بنشكركم كلنا. ولازم الرساله دي توصل لكل واحد شغال في المنظومه الصحيه، لازم، لان فعلا منظومه قادره واقفه قدام فيروس كل العالم بيتكلم عليه وكل العالم بيعملوا اجراءات احترازيه، لكن الحكومه تاني مره بقول ان فعلا بدري جدا خدت كل الاجراءات وقادره توصل ما شاء الله. مش عايزين نحسد، لكن بنقول لهم شكرا جزيلا، بنتمنى لكم التوفيق، لان انتم حاميين 100 مليون مصري في مصر، بنشكركم. لازم نرجع للتاريخ ونستعرض التاريخ. مصر عدت بازمات كتيره جدا، عدت بازمات كتيره جدا، بس في الاخر عبرنا 67 73 صمود الشعب المصري، جلد الشعب المصري، وشعب مصر كان عندهم امل مهم جدا في الحياه ان احنا هنعبر. عدت بمصر ازمات صحيه، قريبا كان عندنا انفلونزا طيور الخنازير 2006 2008 هلع، لكن مصر عدت. عدت ليه؟ عدت لان المصري قدر يقف، المصري اللي هو حضرتك وحضرتي وكلنا داخل هذه المنظومة المصرية الرائعة اللي فعلا قادرة تقف، وكل النهاردة بيؤدي دوره، المواطن بيؤدي دوره، والحكومة بتؤدي دورها، وكلنا متلاحمين في بعض. فلازم نعبر إن شاء الله، هنعبر، هنتخطى ونعبر هذه الأزمة الطارئة، لكن مصر قادرة تقف بكل مجهوداتها في الدولة، من الدولة المواطن، كلنا مع بعض إيد واحدة، وإن شاء الله هنعبر. وفعلا قريبا جدا كلنا هيكون الكلام ده ماضي، لكن الماضي اللي عدى ونتحاكي عليه النهارده ونقول احنا عبرنا كان بصمود الشعب المصري، بتفاؤل الشعب المصري، بامل الشعب المصري. لازم الفترات دي فترات كلها تفاؤل وامل اللي جاي بكره، لازم نقول، لان الخوف ما ينفعش، الخوف بيولد اكتئاب، والاكتئاب هو بيولد الضعف المناعي اللي احنا مش عايزينه، اللي الكورونا نفسها تشوفه ان في ضعف مناعه عشان تخش البني ادمين. لازم الاكتئاب ده نحوله لامل، لتفاؤل، اللي عايزين يطلعوا ما عندهمش اي ذره اهتزاز. ولادنا الصغيرين اللي قاعدين في بيوتنا لازم نقول لهم يعني ايه مصر، يعني ايه المصري بيقدر يعدي، يعني عندنا تفاؤل لبكره عشان بلدنا يطلع فيها فعلا شباب مستقبلهم ان شاء الله يحملوا الامانه ويحملوا البلد في الاوقات اللي جايه، يكون عندهم امل دائما وابدا لمصر. ده شيء مهم جدا بجد. الشيء المهم جدا ان روح الامل دايما موجوده، دايما موجوده عندنا روح امل. ليه؟ مع كل اللي احنا بنقوله والدوله شغاله في المنظومه هي هي. سياده الرئيس صار علينا بصرف الخمس علاوات، ومصر ما فيهاش فلوس، اصل في ناس بتتكلم مصر ما فيهاش، لا مصر فيها. ما شاء الله في عز الازمه الخمس علاوات بيطلعوا، اللي كان من 2006 الناس بتدور عليها، والرئيس ما شاء الله بيطلع يديها للناس. لسه عندنا حاجات كتيرة، وشايفين التعمير جوه مصر، شايفين مصر لسه بخير، شايفين مصر بتدي مساعدات لكل الدول ما شاء الله، وقادرة تساعد شعبها ما شاء الله. حكومة قوية وبلد فعلا لولادها في كل المجالات. مصر كان عندها نواحي إيجابية برضو، برضو طبيعة الشعب المصري تنظيف شوارع، الناس بتنظف، الناس اللي محتاجة مبادرات كثيرة جدا داخل مصر، للناس اللي هي القوت اليوم، اللي عندها قوت يومها، لقينا ناس كتيرة بتعمل مبادرات. لكن النهاردة بوجه مبادرة أخرى بشكل مختلف للأسرة الرياضية في مصر. الأسرة الرياضية في مصر عند توقف النشاط بيبقى فيها مشكلة، يا ريت النهاردة نفكر بصوت عالي ونفكر مع الدولة كلها إن كل المؤسسات الدولة والناحية الرياضية بالأخص يكون عندها صندوق أزمات طوارئ. صندوق أزمات طوارئ بمعنى إن إحنا نقتص من كل واحد شغال في هذه المنظومة جزء، ويفضل الجزء ده موجود إلى أن يحصل مشكلة في البلد ومشكلة طارئة زي كده بالظبط، فالناس تقدر تساعد البلد. ده شيء مهم جدا جدا جدا، لأن الأسرة الرياضية مفيش تأمين، مفيش تكافل، مفيش. الراجل يلعب يخلص لعبه، جايز انا حاسس بده عشان انا من هذه الاسره، يلعب يخلص لعب يشتغل مدرب، لو ما عندوش مهنه التدريب بيقعد في البيت. لازم يحصل تكافل في الاسره دي، لازم نشوف الاسره الرياضيه بشكل مختلف في الاوقات دي عشان نطلع ناحيه ايجابيه ليهم.
في مبادرات كتيرة جدا على السوشيال ميديا بشوفها، مبادرات إيجابية، يد، سلة، طايرة، جودو، كاراتيه، كل الناس بتحاول تساعد. لكن لازم يكون عندنا أساس، يبقى الأندية الرياضية لو تعمل ده مع وزارة الشباب والرياضة بقانون يتحط داخل الأندية الرياضية لوائح، تبقى حاجة مهمة جدا. يبقى طلعنا بإيجابية مهمة جدا جدا جدا. الإيجابية دي في الآخر بنأمن الرياضيين، والدولة تأمن اليومية. بالشكل ده نقدر المنظومة كلها تتعايش مع أي طوارئ تحصل في البلد. نتمنى ده. من خلال قناة الأهلي بنوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة، نحاول نعمل ده داخل القوانين أو داخل اللوائح، عشان منظومة طبية، منظومة ساعة نستعملها ساعة الطوارئ، حاجات كتيرة جدا مهمة جدا. لكن لو بصينا للجانب السلبي بقى، تعالوا لي، السوشيال ميديا كل واحد بيشاير حاجة، وكل واحد بيتكلم من اتجاه. وقت النهاردة وقتنا وقت واحد، نتمنى كلنا في إطار واحد نمشي في نفس الطريق. يا جماعة كفاية هلع وفزع للناس، كفاية، تعبنا، النفسيات تعبت، لازم النفسية تعلى، لازم نحط صورة يا أخي على قديمة عندنا على الإنترنت أو على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا بمعنى الأصح، نتكلم فيها عن ذكريات كويسة، نخلي الناس تتفائل. لكن كفاية هنا 5 وهنا 10 وهناك في الصين كذا. التجربة الصينية لو 40 يوم، 40 يوم بالتمام والكمال، والصين النهاردة هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتشتغل تقريبا، خلاص كل حاجة رجعت لمجاريها، الدنيا اشتغلت في الصين. لكن انت النهاردة وانت عمال تصدر سوشيال ميديا للناس وتقول اصلي فيه واصلي النهاردة دي الاسباب ودي مش الاسباب، الكلام كتير، بس حضرتك لو سمحت اهدى علينا شوية، لان كل واحد في المنظومة فعلا واخد دوره، الدور مهم، لكن السوشيال ميديا هي الاصعب في الحياة دلوقتي، الموضوع صعب جدا. والله ببص على السوشيال ميديا في حاجات بتعجبني جدا، لكن في حاجات مؤلمة جدا. فكفاية، الناس مش ناقصة، اعتقد ان الشعب المصري 100 مليون واحد تقريبا عارفين، خلاص من الولد الصغير للراجل الكبير كلنا عارفين، كل الناس عارفة ان الموضوع يعني في كورونا وفي فيروس وفي لازم اجراءات معينة، واعتقد كل البيوت المصرية خدت اجراءاتها خلاص. فنهدى على بعض، كفاية تصدير هلع للناس، كفاية تصدير خوف للناس، لان انا قلت ان الخوف ده يولد اكتئاب، والاكتئاب يضعف الجهاز المناعي فيبتدي الكورونا تخش. لكن احنا لازم نصدر التفاؤل والامل للناس، لازم نبص في النواحي الايجابية للناس، لازم نعمل كده. كفاية كلام وكفاية هلع. لو هقول لكم بس احصائية سريعة جدا، 2017 في مصر توفى عندنا تقريبا 500,000 واحد، 500,000. الكورونا لوقتنا هذا بنحمد ربنا وفضله علينا 30 واحد. مش بقول للناس ولا ههول ولا ههون، لكن بقول للناس رحمة بالناس، رحمة بكل واحد، رحمة بكل واحد مفزوع ان هي جاية جنبه وسواس قهري عندنا، لازم نشيله، لازم نبعده، لازم نشوف ايه. صدقوني كمان قريب جدا ان شاء الله، قريب جدا كلنا هنتكلم ان الكورونا دي كان ماضي وراح، نهدى وهنعدي. مش هنهدى ونعدي غير وكلنا مع بعض، لازم نتخطى الأزمة ولازم نعبرها مع بعض عبور كبير، عشان مصر دائما وأبدا انتصرت على كل وباء دخل في مصر بقدرة كل فرد مصري وبقدرة كل واحد في المنظومة، وأكيد ربنا حافظ هذه البلد. نرفع ايدينا للدعاء لربنا ونقول يا رب يبعد عننا البلاء، وإن شاء الله قريبا هنتبسط ونضحك ونفرح ونرجع في الشوارع مرة تانية. بس أكيد لو رجعنا شوارع مرة تانية لازم نفتكر هذه الأيام، عشان نعرف إن الصحة عند البني آدم هي أهم حاجة، بدل ما نضيعها في حاجات كتيرة. بكده خلصنا البداية، لكن خلينا نروح لأخبارنا وأخبارنا